تتنوع الأكلات التقليدية وطرق إعدادها من منطقة إلى أخرى، ومنطقة الغرب الجزائرية معروفة بتقاليدها المتوارثة أبا عن جد. إذن في هذا التقرير تأخذنا غنية غلمي ونجمة بوكرش في رحلة إلى معسكر للتعرف على أكلة أرقاق. الرقاق أكلة شعبية تقليدية ومشهورة بولاية معسكر منذ القدم. السيدة الجماعية بالمحمدية تتفنن في صناعتها، حيث تعلمتها على يد والدتها منذ الصغر، ولا تزال تمارسها إلى حد الساعة وتتخذها مكسب رزق لها. دي مدة يعني في 15 عام نصنع في هذا الرقاق، تعلمت من حاجة عمة، دخلت عين وكل منها ولادي ويتعلموا عندي الشيرات ونسا. شاهية بغيتهم يعاونوني شوية، عندي الضيق بزاف. هذه الأكلة تاع الرقاق مطلوبة من الشعب، وهذه المرأة السيدة جمعية تحسن خدمته بالبزاف. لتحضير الرقاق يكفينا الدقيق، الملح والماء لتخلط المواد معا وتشكل عجينة متماسكة، تدلك جيدا وتقطع إلى قطع صغيرة وتترك لترتاح، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تشكيلها باستعمال الزيت وتطهى في الطاجين ثم تضع في أكياس. مشكورة بزاف، راهم يدوا علينا الرقاق بزاف، بصح عندنا الضيق، أنا نخدمه في البيت، أنا يعاونوها شوية. جمعية وشمسة عندهم كاليتي شابة تاع الرقاق، كل يوم نجي نشري هنا، عندها قاطو شباب، عندها المسمن شباب، في الدار توجور يدوموندو على هذا المسمن، يعجبهم. تتعدد طرق تقديم الرقاق من سيدة لأخرى، لكن المتفق عليه هو ضرورة الحفاظ عليها كتراث يمتد في عمق التاريخ، وهو ما تؤمن به السيدة الجمعية وأملها في الحصول على محل يبقى رهين استجابة السلطات لها.